نعم قبل قليل عادت طواقمنا من الاماكن التي تم استهدافها في محافظات قطاع غزه، اكثر هذه الاماكن ضررا وهولا وصدمه هو ما جرى في محيط مستشفى الدره للاطفال، هذا المستشفى الذي يتلقى فيه الاطفال الرعايه الصحيه ويوجد به اقسام وغرف للعنايه المركزه. اصوات الاطفال الصغار في داخل هذا المستشفى حتى هذه اللحظه لم تتوقف، تحاول امهات هؤلاء الأطفال الاطفال تهدئه هؤلاء الاطفال لكن الصدمه كبيره، البكاء لا يتوقف في كل الغرف والاقسام بفعل شده الصواريخ التي سقطت في محيط هذا المستشفى، الامر الذي ادى الى تحطم الزجاج على هؤلاء الاطفال وذويهم المرافقين لهم في داخل المستشفى ودخول غازات هذه الصواريخ الى داخل المستشفى وحاله الخوف والارباك الكبيره التي جرت داخل المستشفى لدى الطواقم الطبيه التي حاولت جاهده تامين الاطفال في مكان امن داخل المستشفى لكن كان كل اقسام المستشفى كانت معرضه لتحطم الزجاج ووصول غازات هذه الصواريخ التي سقطت بالقرب من هذا المكان، الاضرار الكبيره هذه ايضا كانت في منازل المواطنين الذين لم يتمكنوا من الخروج من داخل منازلهم نظرا لشده هذه الغارات التي استهدفت الاراضي المحيطه بمنازلهم، الامر الذي ادى لتهشم الزجاج ودخول الرمال داخل منازل المواطنين وتحطم سياراتهم وغرقها بالرمال الكبيره من شده الحفر التي خلفتها هذه الصواريخ، عائلات نجت من الموت المحقق جراء هذه الغارات التي كانت الاعنف منذ عده اشهر على قطاع غزه، بعض روايات شهود العيان هناك تقول بان العائلات التي نجت تمكنت بصعوبه بالغه سيما وان الغارات الاسرائيليه كانت منذ الساعه الحاديه عشر والنصف امس وحتى فجر هذا اليوم، الموعد الذي تتجمع فيه العائلات بجانب بعضها وتتناول وجبه السحور حاله الخوف والهلع كبيره جدا في صفوف المواطنين جراء هذه الغارات التي يقول الجيش الاسرائيلي بانها تاتي ردا على الصواريخ التي اطلقت